كانت غلطة بصراحة إنه مشاب وجلبان، خاطر تقريبا أغلب الفنانين أجمعوا إنه كانت غلطة، معناها خاصة إن جلبتها كانت ماشية، واللي صار من بعض نتائج كارثية معليش بعد مرسي. شنو رأيك؟ والله ليه مش كان نحكي كل شيء نحكي عادي ما يقلقنيش. هي غلطة خاطر الريزلتا كانت ماشية، تحب ولا تكره، معناها خرجت اوكي من شامبيونز ليك. شامبيونز ليك راك باش توصل فيها لبعيد، لازمك تواصل تشارك فيها ورا، معناها ديما تشارك تشارك فيها ورا بعد، ما تنجمش تشارك مرة من بعد درقة، ما تنجمش راك توصل لبعيد، فهمتني؟ كاو هذه لازمك تحضر له زيادة وتحب. انا قلت لك البطولة مش تربح الكبار برك، راك باش تهز شامبيونات، شامبيونات بالعكس يخسر مع الكبار ويربح بصفة اللي اقل منك، وتو تهز شامبيونات. نحن ليه نحن صار العكس، خاطر جمعة الماتش بتاع الكبار تلقى روحك بتبيعتك مونتي فيت، بس تلقى روحك حاضر واحد. العكس لازم، مش كان غلطة بتاع بوش البيان، ومش كيستيون راه مرسي ماهوش خايب زيادة، راه انترونور بيه بالمناسبة. هذا نتائج كارثية معناها، نتائج كارثية اوكي، نتائج كارثية. كيفاش شنو قيمته به معناها؟ انا واحد من الناس خدمت عنده برشا زونترونور ماهوش خايب، عنده فكرته ولا غالب ما يمكن المعلومة كانت ما وصلتش بالكدا للملاعبية، عنده فكرته هو. ما فما زاد ظروف اخرى راه ناحية ستاف تكنيك جمله، فما ظروف اخرى راه مثلا خاطر كي تشوف سي اس اس، معناها مع احتراماتك جماعه الاخرين، تخسر ضد تطاوين في صفيق، ضد سليمان، ضد وبرش ماتشويات البر ما ربحناهم شوية، معناها فما حاجه ما نتصورش كان المدرب يتحمل مسؤوليته. اوكي معاك يتحمل مسؤوليته، فما ماتشويات يمكن غلط فيها، فما ماتشويات نحن نتحملوا مسؤوليتنا غلطنا فيها، يبقى ما زاد امور اداريه، زاد هما غلطوا فيهم تحملوا مسؤوليه. اتونجيهم الامور الاداريه. توافقوا محمد كي يقول لك مرسي مدرب باهي؟ انا عارف كنتوا ثانيين في الالي مع نسبه جلبان، كملتوا روتور قبل الاخرانيين، معناتها كي تعمل الكلاسمون طلع لي وحده وروتور وحده. شنو رايك؟ والله كل واحد شنو يشوف، معناها انا واحد من الناس ما فما حتى انترونور خايب، كل واحد عنده فكر يمشي على روحه مش يسمع فينا. لا لا انا حتى كي يسمع مش باش يفهمني. كل انترونور عنده فكر، كل واحد عنده فكر، ما تصورش انا في الخارج. انا تعلمت اسمعني، كل انترونور راني ناخذ منه حاجه، انا تعلمت منه برشا حاجات باهية، معناتها الحقيقه معناتها تكتيك مو قوي راه الانترونور، فهمت؟ عنده فما برشا ماتشات ورا اللي هو تكتيك مو قوي، معناها مشينا ربحنا ساليتاس في ساليتاس في البنين، لعبناه جونيور، لعبنا ساليتاس في البنين، معناها عمل وقفه باهية، وتسنى معناتها برشا عباد قالوا له مع الشلب بغيث وبن علي في الكروار مع بعضهم، معناتها هي هذيك اكبر غلطه، اكبر غلطه ربحنا بها، عدينا ماتش ربحتوا ماتش وضيعتوا عشرات الماتشات. لا لعبنا بها زوز ماتشات، لعبنا ماتش برشا مرات شفتك انت وياه ولا لا؟ لا لا لعبنا زوز ماتشات بدينا من الاول، لعبنا ماتش الاتوال في صفاق اكايا، ولعبنا ماتش البنين نتاع بوركينا فاسو نتاع ساليتاس في البنين. كي كمل جهه الاخرى اللي حتى جويني هو وغوما لعبتهم بعضكم زيد مش كيما بن علي وغايت، وغوما اوفنسيف برشا اصله لاسيل دومي، معناها فهمتني؟ معناها ما تقلقش. وبن علي وبالنسبه لبن علي وغايت ماتش ساليتاس احسن جوج ورات تيرا بن علي وغايت. كما اللي قصيت عليك ترجع بالستاتستيك، معناها عندي الانستام تاع الماتش هذاك اللي نذكره احسن جوج ورات غايت وبن علي. فهمت؟ قلت لك لعبنا بهم زوج ماتشات هكا، وفما ماتش الاسبيرونس وقتها جينا احنا تعبين من صفر ديجا، معناتها ارتحنا دول نهارين ولعبنا الاسبيرونس في رادس وفي رمضان. فهمت؟ وقتها هبطوا، لعبت انا من الاول، بعدها هبط غايف ديومي قدامي، معناتها هذا هما ثلاثه ماتشات. في ثلاثه ماتشات عدينا، معناتها الماتش هو نتاع الكواليفيكاسيون اللي صار، وماتش شو اسمه ساليتاس في عدينا ماتش باهي، معناها فهمت؟ برشا حاجات لموا عليها، ما في الاخر الريزلتا ما تبعتش. اي انترونور، اي واحد فني راه باش يقول لك معناها انترونور عادي انترونور، فهمت؟ من اللي لموا عليه ايضا سولا اللي كان تقريبا احسن لاعب يهز الكيب معاه، هو شفنا ملاعب اخر ما عادش فما ملاعب. سولا راه وقت البيريود نتاعه وقت طاح فرونت مونت راه الحقيقه اغلبيه الملاعبين، اما بدرجه بالذات سولا خاطر هو كان بارز قبل. سولا صحيح كان من حاجات معناتها حاجات بسيطه في التيران ينجم يعمل لك الفرق، معناها فهمت؟ شفناه ماتش الكلوب جاب برشا تراحه الحقيقه، عاوننا سولا السنه، معناها فهمت؟ برشا راني قلت لك من حكايه فارغه ماتش الاتوال في سوسه جابوا لنا سولا بريس، معناها يمشي للديفونسور يفسخ يماركي، معناتها عاوننا برشا. فما حاجات معناتها فما عباد تفهم خير مني معناها في الكره، هما يقيموا انترونور. هو النتائج ظهر لي اكثر حاجه تنجم تقيم بها، معناها الاستاتستيك ولا ماكش موافق. انا واحد من الناس خاطر ساعات كوره في الميكرو محمد علي، وانا واحد من الناس ما نوافقكش في حاجه، خاطر ساعات ريت كوره تحكم في مستقبل انترونير. نتصور كان نحن قبل ماتش الكاس تنقدنا برشا، واخي بجينيراسيون هذه وفي النادي هذه صفاقس ودرشنو
كان دخلت كره احمد عمار في الشبيب ماتش ياسكا، ما كانش ديسكور هذاك راهي هذه ديجا شفت قداش تبدلت 190 درجه معناها كي هزيت الكاس اوكي شويه على النادي هذا شيخ سيمي تحب ولا تكره. انا واحد من الناس ثلاث سنين في السياسه هز دو تيتر هز سكوبيت ما معناها تسمى انا اقل منك عامل نص عامل نص وقال لك هو هز دو تيتر فهمني اوكي كاس مي ابقى تيتر الكاس هذاك تخليك تشارك في الكاو ويتقيد في خزينه النادي اللي السياسات قريب يعمل 100 سنه خمسه كوب عنده بالكوب هذايا ولا ست. حمادي الدو بدل حاجه كي جاي بدل اكيد انا قلت لك اي انترينير عنده فكرته معناها مع مرسيا فكره مع بوجلبان فكره مع حمادي الدو فكره اخرى كل انترينير عنده فكره كل انترينير عنده الاستراتيجي نتاعو كيفاش انت يبقى غادي في اللي يمتازوا بيه حمادي الدو على بوجلبان على مرسيا هي اللونج معناها تونسي كيف كيف كتبها يعرف يوصل الميساج فهمني الاخر الميساج ما يسلج انت تعرف جوار الكره قليل واللي يفهموا كعبتين وكعبه ويحكي انجليزي معناها ما معاش مترجم ما حتى يحكي فرنسي وسيم يترجم هو فرنسي مكسر يوصل لك هذاك باللي راهو مش كي انترنر تحسه يحكي جمله ومن بعد ترجموا لك في كلمتين تحس حتى المعلومه ناقصه معناها فهمني مش كيف كيف مش كيما المعلومه توصلك ديريكت مع عند لونترونير مش كيما تسمعها من عند المترجم كيما عند لونترونير. الانسحاب من الكاف محمد نجم نقولوا نقطه ظهر لي لمتكم عليها برشا الجمهور نجموا الحاجه ذيك هي اللي قيمت خير الجمهور يقيم ماتش موسم السياسي باهي ولا خايبه. صحيح هي راهو ماتش الكاف نحن خسرناه في سفاق مع خاطر عملنا برسمي اخر ماتش هذول في السيزون ماتش هذاك هذول اخر ماتش نتصور في السيزون هذاك خاطر ما برسمي تحس معناتها ما لعبناش بالكدا جمله فهمت. اما ماتش اللي في الجزائر عدينا برسمي ماتش كبير برشا حكمت فيه برسمي ريت ربع ساعة الأخرى فمت ثلاثة كور نات نات راهو كان دخلت واحدة فيهم راهي تقلبت كما قال لك جويني 190 درجة رانا ولينا نحن أحسن إفكتيف وهذا ما هذاك اللي كاتب ربي مش كاتبنا نحن باش نترشحوا الحمد لله معنا كنا خايفين من السيزون تاعنا ولا عام جاي معناتها ما نلعبوش كاف الحمد لله حطينا أوبجيكتيف تاعنا اللي لازم ننزلوا راهو الكوب هذا باش نجموا نلعبوا عام جاي كاف خاطر سي اس اس اقترح باش تلعب كل عام في الأفريقيا. الحالة الصحية نتاع رئيس النادي منصف خماخم تنجم تقلق تأثر هكا على اللاعبيه ولا لا مع فما مسؤولين واقفين قاعدوا الحمد لله. لا هو بالمناسبه هذه ربي يشفيها ساعه وما اكيد تأثر تحب ولا تكره رئيس النادي كاريزما كي تشوفها في التراك مع وراك الرئيس وتأثر بالطبيعه ان شاء الله ربي يشفيه ويرجع في اقرب وقت. قول لي بالنسبه لي انا ما فما مسؤولين اوكي البشر الوحيد اللي بقى قريب ووقف مع العباد اللي هو معز المستيري قدم له التحية ونقول له يرحم والديه فما كيفاش هو قاعد مسؤول نيس القاسمي زاد يرحم والديه هذا المهم هو اللي بقى قريب من الملاعبيه هي الملاعبيه اللي تشكيله خاطر صارت برشا ظروف خايبه باش نجيوكم قلبك معبي لا ولا لا بالعكس بالعكس ولا لا مش قلبي معبي مي فما ناس خاطر ما تعرفشهم ماذا بيا ديجا ما نحكيش فيهم ديجا مي كي مشى الرئيس انا واحد من جوارات الكل اسال اي جوار لقيت كان معز المستيري تنجم تحكي معاه تنجم توصل له معلومه ويسمعك ويح مسؤول وحيد انا واحد من الناس اللي لقيته جاء ومره مسؤولين اوكي رغم اللي خرج واسفه تمامه ورجع حاجه هكا اي خرج ورجع يعني قلت لك بقينا بعد جواريت وحدنا معنا ستاف ما اخر بريود جواريت في بعضنا معنا وحدنا معنا ستاف معنا معز المستيري وانيس القاسم هذوما هم اللي بقاو معنا باقي ما فما حدا حد جاء ومره ظهرني نذكر حتى بالكلمه بتشجيع ما فما شيء جاء ومره نهار لا نهار الماتش تشوفهم الكل تهنك نهار الماتش تشوف الناس الكل اما وقت لحاجة كبيرة طلع يعني قلت لك شنو تلقى ستاف وجوار اصحاب اثر شوية محمد شوية غياب منصف خماخمة اي بالطبيعة يا اخي عبارة راهو واحد نتاعنا الرئيس نتاعنا معناها فهمت مستانس قريب لنا هو الحقيقة ديما يجي يشجعنا ديما معناتها يجينا حتى بالكلمة الباهية حتى ما فماش فلوس يجي يقف معنا ما جاش المرة هذيك الحمد لله معناتها نهدوا له كوبلي هو معناها عارفش كلمكم بعد الماتش ولا ليه ولا قبل ولا مساج حتى كونتاكت من اللي عارفش من اللي تدهوا شوية حالته صحيح لا بعثنا دي مساج مع زي معز المستيري
ومع انت اللي كابيتان نتاعنا بعث لنا ديما يبعث لنا في المساجات راني بحداكم راني قريب لكم كاو ان شاء الله ربي يشفيه بالمناسبه ان شاء الله كل السلامه لسيد منصف خميخم رئيس نادي الصفاقسي يبدو ان تحسنت شويه والحاله الصحيه نتاعو على كل مازلنا مواصلين في الحوار نتاعنا مع ثنائي سي اس اس محمد علي جويني ومحمد بن علي ولانه محمد علي اليوم اخر نهار مع سي اس اس محمد علي مكتوبه فيها كما قال الحمد لله وفيت بفرحه المفيد وفيت بحاجه بها بعد ما سي وفيت باكشي مازال فما امل ما نعرفش فما نيغوسياسيون بعد جاوبنا ما يصيرش قلنا فما مفاوضات ولا باش تكمل ولا على كل ايه باش يقعد سكوب هذا ما عند محل عندك معلومات ولا شنو بالضبط؟ ايه عنده اصحابه ما يحبش يخليهم باهي تو نحكيو بعد باكثر تفاصيل بعد شويه على كل الاخبار وبعد راجعين.